وطبعا يعني عايز اقول ان النادي الاهلي يعتبر حسم كان حاسم بطوله الدوري قبل استئنافها بعد ازمه كورونا، يمكن قبل الكورونا او في خلال الدور الاولاني كان يعتبر النادي الاهلي كان هو الاقرب بنسبه 98% الفوز ببطوله الدوري، لان طبعا زي ما احنا شفنا كان فرق بينه وبين الزمالك اللي هو اقرب منافسيه حوالي 20 نقطه، زودها كمان بعد عوده الفريق او عوده السناف في الدوري مره اخرى بعد ازمه كورونا. النادي الاهلي كان حاسم بطوله الدوري بشكل كبير، في بعض الراحه كانت لنجومه سواء في مباراه امس او في عدد من المباريات اللي فاتت، دي ساعدت النادي الاهلي كمان ان هو يتقدم على النحو الافريقي ويتاهل للدور قبل الدور النهائي المفروض هتلعب 27/11. كل الامور ديت كان بالنسبه للنادي الاهلي كانت الامور كانت بسيطه وسهله، عكس طبعا زي ما هنتكلم عن الزمالك زي ما حضرتك ذكرت يعني، لكن خلينا نتكلم ان الاحتفاليه امبارح كانت بشكل كبير جدا متميزه، ادت رسائل كتير جدا في كل حاجه. يمكن اول رساله رحيل احمد فتحي والاستقبال الكبير من لعيبه النادي الاهلي او توديعه بالنسبه للنادي الاهلي، الجماهير، مجلس الإدارة، كل الناس امبارح يعتبر حي أحمد فتحي وهو خارج على النقيض تماما في بعض الأمور. كان لما بيمشي اللعيبة دي حاجات أول مرة بنشوفها في ملعبنا، كان دايما الموضوع دي مثلا لو المواضيع دي بتتم داخل الغرف المغلقة، لكن امبارح يمكن أول مرة نشوف لاعب هيمشي هيروح نادي تاني منافس من المفترض اللي هو بيراميدز بيتم تحيته أو استقباله بهذا الشكل. يعني احنا كمان يعني شفنا فكرة تسلم الدرع واحتفالية داخل الملعب، ده برضو مشهد ما بنشوفوش عادة في الكرة المصرية انه بتبقى في احتفالية داخل الملعب. لا هو حصل السنين اللي فاتت يعتبر يعني كذا 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 يعني من حوالي من 2015 2016 بدأنا نشوف الموضوع ده، لكن ان هو يحصل في اخر مباراة في الدوري طبعا يعني لازم نحيي طبعا مجلس إدارة او جهاز الرادع العسكري ونادي طلائع الجيش على الموقف اللي هم عملوه، ان هم نقلوا المباراة من ملعب طلائع الجيش اللي يتلعب في ملعب السلام او ملعب النادي الاهلي عشان خاطر يتم الاحتفال بنادي الاهلي. ده موقف مشرف طبعا. طبعا يعني دي حاجه لازم نتكلم عليها وندي الناس دي حقها، لان الناس سمحت امبارح ان الماتش يتنقل يتلعب في ملعب النادي الاهلي عشان خاطر نشوف الاحتفاليه الجميله ديت. يعني وجود يعني كابتن مؤمن زكريا وتاكيد على ان هم يعني سموا الدوري، يعني جماهير ولاعيبه النادي الاهلي قرروا صمموا ان هم يسموا الدرع درع مؤمن زكريا، يعني اشاده بيه وتضامنا ودعما ليه، لانه اكيد في ظروف صعبه وكلهم نفسهم يشوفوا مؤمن زكريا مره تانية في الملعب. في ناس كانت بتتكلم على نسبه شفائه وابتدت تتحسن، ان هو ابتدى يعود بشكل تدريجي صحيا وطبيا، ايه تعليقك على الجزئيه دي؟ هو احنا طبعا شفنا من حوالي اسبوع كده ان المؤمن بدا ينزل يرجع للجيم او يبدا ان هو يتمشى على المشايه او يعمل بعض التمرينات الرياضيه على اساس ان هو ان شاء الله يرجع تاني. طبعا كلنا بندعي المؤمن زكريا على الفتره اللي فاتت اللي حصلت، ويمكن دي كمان رساله اظهرتها مباراه امبارح، سواء رساله زوجته ووقوفها جنبه وتعتبر هي السند ليه طبعا بعد ربنا وبعد لعيبه النادي الاهلي. دي مواقف احنا شفنا امبارح فرحه لعيبه النادي الاهلي، وشفنا فرحه مجلس الاداره، وشفنا فرحه مسؤولي اتحاد الكوره داخل الملعب بمؤمن او حرصهم ان يبقى مؤمن موجود وهو اللي يستلم درع الدوري. دي حاجه دي فعلا ما بنشوفهاش كتير في ملعبنا، فدي يعتبر رساله ثانيه بنوجهها للجمهور او نوجهها للعيبه او نوجهها لاي حد خدم النادي الاهلي او خدم نادي الزمالك او خدم اي حاجه تخص مصر. دي اقل حاجه ممكن الناس دي تقدمها له يعني.